تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة والعاجلة لكل هذه الأنباء المرتبطة بانطلاق العمليات العسكرية أو الضربات العسكرية الأمريكية ضد مواقع الميليشيات الإيرانية، وذلك ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في ما يعرف بالبرج 22 على الحدود الأردنية. إذن هذا هو الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، قال إن طائرات مجهولة في بداية الأمر بطبيعة الحال شنت 3 جولات من الضربات الجوية، ذلك على مواقع في الميادين في دير الزور تحديدا، وذلك شرق سوريا، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية. وأوضح المرصد السوري بأن الطائرات استهدفت مواقع في الحيدرية والشبلي ببادية الميادين، ثم عاودت استهداف تلك المواقع وأيضا مواقع أخرى قرب قاعدة عين علي في الميادين أيضا. وفي الأثناء استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن جثامين الجنود الأمريكيين 3 الذين قتلوا قبل أيام في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة T-22 في الأردن. مراسم إعادة الجثامين والتكريم أيضا تمت أيضا عقدها في قاعدة دوفر بولاية ديلاور شمال شرق البلاد. يذكر أن بايدن سبق وأن حضر مراسم مماثلة في القاعدة نفسها عند إعادة جثامين عسكريين أمريكيين قتلوا في اعتداء في مطار كابول في أغسطس 2021. مباشرة إلى الولايات المتحدة، إلى واشنطن تحديدا، تحدثني من هناك مراسلة الحدث نادية البلبيسي، مديرة مكتب الحدث وقناة العربية نادية البلبيسي من واشنطن. نادية تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية. إذن بحسب التأكيدات طوال الأيام الماضية من قبلكم نادية أن الضربة سيتم تنفيذها، وبالفعل تم تنفيذ هذه الضربة بعد أيام من الانتظار. طريقة التأكيد، سبق الإعلام الأمريكي الأنباء في تأكيد الضربات، ومن ثم تم هناك إعلان. سنتحدث معك بهذه التفاصيل كلها نادية، تفضلي. بالفعل يعني حتى الآن المستغرب بأنه البنتاغون، وزارة الدفاع والقيادة الوسطى حتى الآن حتى اللحظة لم تؤكد بالفعل بأن الطائرات الأمريكية استهدفت هذه المواقع التي نعرف بأنها في منطقة البوكمال وفي منطقة دير الزور على الحدود العراقية السورية. طبعا منذ أيام ونحن نتحدث على أن الرد الأمريكي سيأتي وسيكون قوي جدا بأنه سيستهدف هذه الميليشيات التي كانت وراء هذا الهجوم على القاعدة الأمريكية في شمال شرق الأردن يوم الأحد الماضي، بأن الإدارة كانت تنتظر اكتمال التحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وبالفعل قدمت خيارات للرئيس بايدن على ألا يكون هناك مدنيين يعني في محيط هذه المراكز، وكانت قواعد عسكرية تابعة لميليشيات إيران أو حتى للحرس الثوري، يعني لا نعرف ما هي طبيعة الأهداف حتى اللحظة. نحن ننتظر معلومات أكثر ربما رسمية لنؤكد رسميا من قبل القيادة الوسطى ومن قبل البنتاغون، رغم أنه القيادة الوسطى أشارت قبل أقل من نصف ساعة على أنها الطائرات ليست أمريكية، وشيء مستغرب في الواقع. وأن الإعلام الأمريكي سواء كانت طبعا المراسلة لقناة فوكس في البنتاغون قالت بأنه بالفعل الإدارة الأمريكية أو البنتاغون بدأ في هذه العمليات. على كل الأحوال نحن نعرف ما نستطيع أن نؤكده بأنه الضربات الأمريكية ستأتي متتالية، بمعنى أنها لن تكون ضربة واحدة. الإدارة لن تكتفي بهذه الضربة للرد على قتل 3 جنود أمريكيين. قبل قليل الرئيس بايدن والسيدة الأولى ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان كانوا جميعهم في قاعدة دوفر العسكرية لاستقبال جثامين الجنود الأمريكيين 3 الذين قتلوا، وكلهم من أصول إفريقية من ولاية جورجيا، وكان هناك استقبال رسمي لهم. وبالتالي كنا نتوقع أن تكون الضربة خلال فترة زمنية يعني تلحق هذا الوصول. هل يمكن القول أن هناك يعني تكذيب لهذه الأنباء، أم أنه الصورة ضبابية غير واضحة، لا تبني ولا يعني نفي؟
لا لا استطيع ان اقول تكذيب، بس استطيع دوما نحن نحاول ان يكون لدينا مصادر رسميه، يعني حتى لو كان الاعلام الامريكي هو الذي تحدث عنها، بالنهايه في العاده يكون لدينا تاكيد من البنتاغون او من القياده الوسطى. حتى الان ممكن القياده الوسطى أن قالت ان الطائرات غير امريكيه. يعني اراقب الهاتف ما بين دقيقه واخرى. القيادة الوسطى قالت بأنها لم تكن طائرات أمريكية، قالت لي قبل قليل العربية إنجليش، لكن أنا حتى الآن أنتظر الرد من البنتاغون بالفعل، إذا كان بالفعل هناك تأكيد رسمي أمريكي بأن هذه الطائرات هي أمريكية. طيب هل يرقى يعني لا داعي القيادة نادية هل يرقى إلى مستوى النفي؟ هي التي ستقوم بهذا الهجوم وهي التي أعلنت عنه. يرقى إلى مستوى النفي، لا، ربما نحن في حالة انتظار فقط، انتظار الأخبار إذا كانت بالفعل هي التي قامت بهذا الهجوم أم لا. عادة يكون هناك رد فعل رسمي، فهذا هو المستغرب في الواقع حتى الآن، لماذا لا نحصل على هذا، على رد الفعل الرسمي؟ وكما طيب. قلت ربما خلال هذه التغطية أو في النشرة القادمة يكون لدينا رد اسمح رسمي لي. من جهة رسمية يعني على نعم الأقل أن أشير هذه نادية تفضل بالبقاء معي أرجوك. بطبيعة الحال نحن في هذه التغطية لهذه الضربات، اسمح لي أن أشير إلى هذا الفيديو الذي يتم تداوله من قبل وسائل إعلام محسوبة على الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، لما يتم توصيفه على أن هذه الضربات التي انطلقت اليوم في ما يعني تم انتظاره ردا على أو انتقاما لمقتل 3 جنود أمريكيين. إذن نادية، يعني هل يمكن مقاربة الصورة في أي من المناسبات أو الحوادث السابقة لتعامل البيت الأبيض، لتعامل البنتاغون مع هكذا ضربات؟ هل يعني هناك أي جهة يمكن التواصل معها، سؤالها عن مسؤولية القيادة الأمريكية، مسؤولية الولايات المتحدة، النفي أو التبني؟ أكيد، أنا مجرد ما كانت هناك أخبار من الميدان، يعني من مصادر سورية، من شهود عيان بأن هناك هجمات في هذه المنطقة بالتحديد المنطقة الحدودية، أنا كنت على اتصال مع القيادة الوسطى ومع طبعا البنتاغون، مكتب المتحدث باسم البنتاغون الذي كان مع الحدث في مقابلة هذا الصباح، لكن حتى الآن لا يوجد رد، يعني لا يوجد، لا نستطيع أن نقول بأن هناك نفي أو تأكيد، لا يوجد هناك رد، ولذا أنا مستغربة نوعا ما لماذا لا يوجد هناك تأكيد بالفعل إذا كانت هذه الضربات هي أمريكية. بالنهاية الولايات المتحدة أعلنت بأنها ستقوم بهذا الرد ونحن ننتظر هذا الرد. نادية كل الشكر لك حتى الآن، بطبيعة الحال سنكون لك معك خلال ساعات لعلها متواصلة في هذه التغطية لمعرفة كل التفاصيل بشأن هذه الضربات. كل الشكر لك حتى الآن نادية البلبيسي، مديرة مكتب الحدث في واشنطن، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. والآن لمزيد من التحليل ينضم إلي ضيفي من اسطنبول، المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمدي. سيد العقيد، تحية طيبة، أهلا بك في هذه التغطية من قناة الحدث لهذه الضربات. إلى حين التأكيد كما استمعنا إلى مدير مكتب الحدث في واشنطن تحاول التواصل مع المسؤولين في البنتاغون والبيت الأبيض، ليس هناك رد حتى الآن. من خلال المتابعة عقيد حمادي لكل هذه السنوات من الضربات، دائما يشار إلى بعض الضربات على أنها مجهولة، حتى رامي عبد الرحمن مدير مرصد السوري لحقوق الإنسان قال أنها مجهولة حتى الآن. هل يمكن تمييز أي من المتغيرات في هذه الضربات لإعادتها للجهة التي نفذتها برأيك؟ نعم، يعني هذه الضربات 12 موقع عسكري في منطقة الميادين والبوكمال ومعبر القائم ووسائط ووسائل الإعلام السورية ذكرت بأنه هناك ضربات أمريكية على مواقع في محافظة دير الزور، قتلت 10 بينهم عراقيين
راحت 18 من القوات الحليفة وضربت 12 موقع في هذه الأماكن. ولكن من خلال يعني متابعتنا للضربات على سوريا منذ عام 2014، من أولا نوعية الضربات وشموليتها هي ضربات أمريكية، وخاصة الولايات المتحدة تقوم يعني منذ عدة أيام منذ مقتل الجنود الأمريكيين هي تتوعد، وقد أصدر الرئيس بايدن توقيعا ببدء الضربات أو سيتم الضرب المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية. فطبيعة هذه الضربات في الجهة أو الجغرافيا منطقة دير الزور هي ضربات أمريكية، رغم أن إسرائيل يعني تقوم بالأمس هناك ضرب ميليشيات الإيرانية في منطقة عقربة والسيدة زينب، وقتل سعيد علي دادي وقبله قتل عدد من المستشارين. إذن طبيعة الضربات الإسرائيلية تأتي من منطقة البحر ومن منطقة الجولان ومن منطقة لبنان، من هذه المناطق تأتي الضربات الإسرائيلية. أما عندما تأتي الضربات من البحر الأحمر أو من البحر العرب أو المحيط الهندي أو الخليج أو مناطق أخرى من القواعد الأمريكية في المنطقة، فيعني بأن الضربات ضربات أمريكية. وأتوقع بأن هذه الضربات أمريكية وهي رد على الاعتداء على القاعدة الأمريكية. إذن من وجهة نظر عسكرية، ترجيح لكون هذه الضربات بالفعل أمريكية بحسب مراقبة لسنوات وذكر كل هذه الفوارق بين الضربات الإسرائيلية والضربات الأمريكية التي تم شنها اليوم بحسب العقيد حمادي الذي تحدث وشرح لنا. سيادة العقيد تفضل بالبقاء معي، اسمح لي أن أرحب بضيفي أيضا معي في هذه التغطية من قناة الحدث من واشنطن، ينضم إلينا الآن نزار فرساخ الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك أستاذ نزار في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث. نقف وإياك نتابع الموقف من وجهة نظر أمريكية، ليس هناك إعلان رسمي حتى الآن، ولكن كل الإشارات حتى الإعلام الأمريكي إن كان فوكس أو حتى ABC كانت أشارت إلى الموضوع قبل قليل، ليس هناك إعلان رسمي إلا أن الضربات يبدو أنها انطلقت بالفعل. هل هذه هي المرحلة الأولى من الضربات؟ وما هي المراحل المقبلة؟ وهل برأيك أيضا أستاذ نزار هذه الضربات تأخرت أم لا؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. نعم بالطبع تأخرت، حيث أن الضربات السابقة لم تردع الأذرع الإيرانية. يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة بأنها الآن في خضم عملية متكاملة لضرب عدة أهداف، أي معركة كاملة. عدم التصريح او التصريح بالمسؤوليه جزء منه ان الجهاز العسكري يريد ان يقيم مدى فعاليه ومدى نجاعه الهجوم، فاذا كان هجوما فاشلا ولم يؤدي الى النتائج المرجوه فمن الافضل عدم اخذ المسؤوليه. وفي نفس الوقت عدم اتخاذ المسؤوليه او عدم الوضوح في هذا الامور يربك الخصوم، بحيث ان لا تسمح للخصم ان يكون لديه معلومات دقيقه. اذا يعني نقاط شديده الاهميه ذكرتها استاذ نزار، اسمح لي ان احيلها الى المحلل العسكري العقيد حمادي. سياده العقيد، يعني يبدو انه هناك تكتيكات تلجا اليها واشنطن، يعني تعطي مساحه للاعب العسكري اي البنتاغون لتنفيذ هذه الضربات دون اي يعني تحمل عواقب سياسيه. نسال عن عنصر المفاجأة سيادة العقيد فيما يتعلق بهذه الضربات. ذكرت في تحليلك قبل قليل أن عنصر المفاجأة هو من أهم العناصر في نجاح الضربات. هل يمكن القول أن عنصر المفاجأة هو غير موجود في هذه الضربات اليوم بعد تأخرها نحو أسبوع من الزمن؟ نعم
يعني بالنسبة للإيرانيين هناك معلومات حقيقية بأنهم وزعوا قواتهم وانتشروا، وربما هناك بعض المسؤولين خرجوا من منطقة الديرزور إلى منطقة العراق يعني، وأعلن حزب الله العراقي بأنه أوقف الضربات وغير ذلك يعني من هذه التكتيكات التي نعرفها عن الإيرانيين. هم أخلوا بعض المواقع وانتشروا في مواقع أخرى، يعني الاستطلاع يجب أن يكون مستمر في الجيوش كلها. عندما تكون هناك ضربات مثلا أمريكا فستكون هناك مراقبة صارمة للمنطقة من خلال كل وسائط الاستطلاع الأرضية والجوية وغيرها من أجل مراقبة الأهداف التي ستضربها الولايات المتحدة أو أي جيش في العالم ويتابعها، انتقلت من مكان إلى مكان فسيتم متابعتها وملاحقة. فالمفاجأة هي أساس العمل العسكري، يعني 50% من النصر عندما يكون يتم مفاجأة العدو في الضربات. أما بالنسبة لهذه الضربات فعندما تعلن الولايات المتحدة بأنها ستقوم بتنفيذ ضربات في سوريا والعراق فهذا يعني بأن المستهدف هو الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، وبالتالي يتم الإعاز لهم لتخفيف الخسائر والخسائر المادية والبشرية، يتم انتشارهم أو على الأقل خروج القادة الكبار من الحرس الثوري من فيلق القدس من قادة الميليشيات إلى أماكن أخرى، وتبقى فاطميون وزينبيون وغيرها من هذه الميليشيات التي مقتلهم أو حياتهم لا تساوي شيء عند القادة الإيرانيين. سأعود لمناقشة هذه النقطة معك سيادة العقيد أحمد الحمادي فيما يتعلق بالمستوى أو الصف الذي يتم يعني استهدافه الآن من قبل القوات الأمريكية، ولكن أسأل الأستاذ نزار فرسخ ضيفي من واشنطن عن النقاط التي أثارها. أستاذ نزار، قلت أنه عدم التبني بشكل مباشر وهو ما يحدث بالفعل في الولايات المتحدة الآن من جهة يعطي الفرصة للانتظار للقيادة العسكرية وتقييم نجاعة هذه الضربات وما حققته، ومن جهة أخرى أيضا تسجيل نقاط عسكرية تتيح أنه تسجيل نقاط عسكرية دون تحمل العبء السياسي والمناورة السياسية للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية. نسأل في هذا الصدد تحديدا عن علاقة الولايات المتحدة وإيران، هذه العلاقة هذه الأيام كيف يمكن وصفها بما أنه يعني الطرفان يحرصان على عدم التصعيد، يحرصان على يعني استمرار العلاقة السياسية، ولكن في نفس الوقت الهجمات مستمرة، مقتل جنود أمريكيين وتنفيذ ضربات أمريكية، كيف يمكن وصف هذه العلاقة في هذه الأيام؟ ممكن وصفها بأنها السهل الممتنع. هي بالطبع علاقة معقدة، حيث الإيرانيين لا يودون للولايات المتحدة أن تخرج تماما من المنطقة، لأن ذلك يقوض قدرتها على المناورة والضرب بشكل غير مباشر، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة لا تريد لإيران أو إيران هو عدو مناسب للولايات المتحدة، ولكن كما ذكرت لا يمكن أن يكون ذلك على حساب أرواح الجنود الأمريكان، فهنالك نوع من التوازن. سيادة العقيد، تحدثت قبل قليل أنه يبدو أن القيادات قد تم سحبها بالفعل، وهو أمر منطقي الحقيقة، يعني بعد إعلان الولايات المتحدة أنها بالفعل ستنفذ هذه الضربات وإعطاء بحسب بعض المحللين الفرصة نحو 7 أيام يعني كان وقت كافي إن كان إفراغ هذه القواعد أو يعني سحب القيادات العليا وسحب أيضا المعدات العسكرية باهظة الثمن على سبيل المثال. سيد العقيد، نسأل عن نجاعة إذن هذه الضربات العسكرية، يعني إن كان عناصر الحرس مثلا الحرس المنشآت أتحدث هم المتبقون في هذه القواعد التي تم ضربها، ما الفائدة منها؟ هل هي إذن بالفعل يعني ضربات صورية فقط للاستخدام الإعلامي مثلا سيادة العقيد؟
أتوقع بأن الولايات المتحدة هي اليوم ملزمة بالرد أمام الشعب الأمريكي وأمام الجمهور الأمريكي وأمام الحزب الجمهوري الذي تكلم بعض المسؤولين يجب ضرب طهران على خلفية هذه الضربات. فأتوقع بأن هذا الضرب سيأتي يعني كما سبق يعني رد روتيني. الولايات المتحدة تضررت بشكل كبير من هذه الضربات وخاصة استراتيجية الردع التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة. اليوم بعد وصول الولايات الإيرانيين إلى ضربات موجعة وقتل عدد من الجنود الأمريكيين تضررت كثيرا سياسة الردع الأمريكية في المنطقة. لذلك تحاول لملمة هذه الأمور وإعادة رونق القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة. هذا ما تريده الولايات المتحدة. في نفس الوقت لا تريد الولايات المتحدة تأجيج الصراع مع إيران، وخاصة إيران لديها يعني أسلحة صاروخية، لديها قوات ولديها فصائل غير منضبطة. يعني هناك 60 ميليشيا إيرانية سمحت لهم يعني بعض الأمور في المنطقة والقوى الإقليمية بأن يتواجدوا في سوريا والعراق. لذلك نرى بأن اليوم يتم قصف القاعدة الأمريكية في عين الأسد، اليوم في الحرير، اليوم السفارة الأمريكية، اليوم قواعد في الكونيكو والعمر والتينج وخراب الجير وبعض المناطق، وليس اليوم جديد هذا الأمر. لذلك الولايات المتحدة توازن بين شيئين، بين الردع وما بين منع يعني انتشار المعركة. لذلك كانت الضربات كما هي ضد الحوثي متدرجة وبعض على الأهداف الحوثية من رادارات ومواقع صواريخ وغيرها، من أجل فقط الرد ومن أجل الردع، وربما توصل رسائل كذلك الولايات المتحدة. ولنرى بأن هل ستشمل كل الميليشيات الإيرانية. الآن منذ قليل هناك ضربات على مستودعات عياش، وهي مستودعات قريبة من دير الزور، وهي مستودعات كانت تحتفظ بها يعني إيران بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الأدوات الأدوات الحرب التي تهربها إيران من الحدود حتى داخل سوريا وإيران. أستاذ نزار، أحيل إليك هذا التساؤل أيضا فيما يتعلق بالهدف من الضربات، نجاعة هذه الضربات. هل القصف جاء من أجل القصف، من أجل تسجيل النقاط، ويعني هل المشهد الذي خرج به الرئيس بايدن في استقبال الجثامين في القاعدة العسكرية سيؤثر على الحملة الانتخابية المقبلة؟ بالطبع، وهذا هو الهاجس الأساسي لدى بايدن. ولكن أنا أيضا أتفق مع العقيد، من العدم أن تقوم بالإعلان عن هجوم لكي يقوم الخصم بسحب كل ما هو ثمين إن كان من موارد بشرية أو عتاد قبل القصف. فلابد أن هنالك نوع من التفاهم بين السري طبعا بين إيران والولايات المتحدة حول التزامات معينة، أي أن كل طرف يلتزم بأن يصعد إلى حد معين ويقف. فحتى حين قام الرئيس السابق ترامب بقتل واستهداف سليماني، الرد الإيراني كان ردا ضعيفا جدا، وحتى أنه هنالك كان إعلان عن الرد. من الممكن، وهذا هو أيضا كما تطرق إليه العقيد، أن كون عدد كبير من تلك الميليشيات لا تلتزم بأوامر إيران مباشرة، أي أن إيران لا تسيطر عليها تماما، هذا يعقد من قدرة ضبط المعركة. وأظن أنه بالضبط الولايات المتحدة لا تريد أن تصعد إلى درجة تجعل تلك الميليشيات غير المنضبطة تقوم بعمل يجبر إيران على التصعيد. كل الشكر لك أستاذ نزار على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي ضيفي من واشنطن الأستاذ نزار فرسخ، أستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. شكرا جزيلا لكم مرة جديدة مشاهدينا، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الحدث لكل التطورات الميدانية وأبعادها أيضا لهذه الضربات
الأمريكية التي يبدو أنها انطلقت بالفعل ضد مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق. معي في هذه التغطية المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمادي. سيد العقيد، الضربات برأيك هل ستتوسع في نطاق عملها، أم أنها هذه المرحلة المقبلة ستنتظر الولايات المتحدة لتقييم هذه الضربات اليوم؟ يعني أتوقع بأن هناك مجموعة داتا أهداف ومعلومات رصدتها الولايات المتحدة من قبل، وستقوم بضرب كل هذه الأهداف في منطقة البادية، في منطقة دير الزور، في البوكمال، ربما في حلب، ربما في العراق، في مناطق أخرى. إذن الإعلان الأمريكي سيقول بأنه ستكون ضربات متدرجة وعلى عدة أيام، يعني ليست اليوم فقط ستنتهي هذه الضربات. هاي واحد. اثنين، ما هي ردود الفعل التي ستحدثها هذه الميليشيات أو الميليشيات الإيرانية؟ هل ستكتفي باستيعاب الضربات ولملمة الخسائر، أم هل سترد على المواقع الأمريكية وستكون فعل ورد فعل؟ هذا كذلك يعني ربما يؤثر على عدد الأهداف وعلى يعني استساعها أو غير ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة سترد بشكل قاسي، مما يعيد هيبة الولايات المتحدة لدى هذه الميليشيات التي أصبحت في الصباح والمساء تضرب القواعد الأمريكية وتنتهك هذه القواعد. يعني ينضم إلينا في هذه التغطية سيادة العقيد من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. دكتور عقيل، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. إذا نحن في تغطية مباشرة ومستمرة لهذه الضربات التي أعلنت، وبحسب وسائل إعلام أمريكية أنها ضربات الأمريكية التي تأتي ردا على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاث في الأردن. دكتور عقيل، نسأل بداية عن طريقة الإعلام برأيك بحسب وجهة نظركم، لماذا لم تتبنى حتى الآن المؤسسات الرسمية الأمريكية هذه الضربات؟ شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم في الاستوديو. يعني أنا بتصوري أنه هذا الإعلان سيأتي ربما الليلة. عادة العمليات العسكرية الأمريكية بعد أن تتم يتم الإعلان عنها. وبتصوري هذه يعني عملية مفتوحة طويلة نسبيا، ربما تستمر أيام وتقوم على افتراضات مختلفة عن عمليات سابقة للولايات المتحدة، ضرب ثم تقييم ثم ضرب ثم تقييم، ورؤية يعني كيف الطرف الآخر يتصرف. لذلك هناك تعمد مثلا بإظهار معلومات في العادة تظهر في السياقات عمليات السابقة. أولا مثلا يعني ضربات في اليمن كان الإعلان قبل التنفيذ. بالضبط، يعني لم نكن نعرف في أي مكان الضرب. هناك تسريبات بخصوص سوريا، غير متأكدين من العراق، لا نعرف ماذا سيحدث لإيران. أيضا الفترة الزمنية، عدد الضربات، هل نتحدث عن موجة ضربات تستمر لمدة يوم أو 5 أيام أو 6 أيام؟ هناك غموض متعمد، يعني تشعر أنه المعلومات حتى التسريبات كانت شحيحة، يعني باستثناء التسريب أنه إيران فوجئت بضربة الأردن، ويبدو يعني معلومات استخبارية أمريكية أنه القيادة الإيرانية فوجئت بالضربة التي قامت بها كتائب حزب الله. وهذا يبدو أنه أمريكيا الغرض منه إرسال رسالة لإيران، نحن لا نريد توسعة هذا النزاع، لكن ستتحملون جزءا من نتيجة هذا الحدث. أعتقد نحتاج أن ننتظر ونرى، وبتصوري الموقف الأمريكي سيتغير على أساس المعطيات التي ستظهر على الأرض. هذه النقطة التي أثارتها دكتور عقيل فيما يتعلق بإعلان المسؤولية من الجهتين، الحقيقة أحيلها إلى ضيفي العقيد حمادي. سيدات العقيد، حتى الضربة الإيرانية
واشنطن يعني لم تحمل إيران المسؤولية مباشرة، كان هناك تصريحات من الإدارة الأمريكية بأنه وكأنها تتلمس الأعذار وكأنها يعني تقول أنه تم تنفيذها بدون علم إيران. هل يمكن لضربة بهذا الحجم في الحدود الأردنية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح نحو 40 منهم أيضا مسيرات معقدة ومتطورة أن تكون دون علم إيراني برأيك، دون علم القيادة العليا في إيران؟ يعني كل هذه الميليشيات تتبع الحرس الثوري الإيراني وقيادته موجودة في العراق وفي سوريا، وكل تسليح هذه الميليشيات تسليحها إيراني. من أين أتت هذه المسيرة ومن سيصنعها لهذه الميليشيات؟ كما أن إيران لديها القوة السيطرة في تلك المنطقة، فهي تعرف كل الحركات والسكنات في تلك المنطقة، في منطقة الإمام علي، في البوكمال، في دير الزور، من المناطق التي انطلقت منها هذه المسيرة. فأتوقع بأن إيران لديها هذه المعلومات، إن كانت هي أمرت أو لم تأمر فهي بالتالي يعني كل هذه الميليشيات تقع في الدائرة التي تديرها إيران في المنطقة. وعندما بدأ طوفان الأقصى فورا قالت إيران بأن نحن لسنا لدينا أي علاقة ولسنا على اتصال ولن، كذلك بايدن عندها تكلم بنفس هذه الطريقة بأن هذه العملية إيران ليست لها علاقة. لذلك أرى بأن الطرفين يريدان أن يتجنبا حرب شاملة مع الضربات الموجودة اليوم كموجة أولى موجة ثانية ضد الميليشيات في تلك المنطقة. عندما تقوم بعض الميليشيات بانتهاك سيادة الأردن، هي مسرح عملها العراق وسوريا، لا توجد سيادة في هذه المنطقة. أما عندما تضرب قاعدة في الأردن وقاعدة أمريكية وتجرح عدد كبير وتقتل عدد من الجنود الأمريكيين، فأتوقع بأن إيران هي المسؤولة وأن قيادة الحرس الثوري هي التي تدير هذه العمليات. نحن رأينا في سوريا سابقا كيف أن قاسم سليماني وقاني وغيره يتجول بكل حرية في سوريا ويأمر هذه الميليشيات ورواتبها وتسليحها وتدريبها من هؤلاء. فلذلك من يعطي ومن يدفع ومن يقود هو المسؤول، كان أمر أو لم يأمر. دكتور عقيل، يبدو أنه المواقف بدأت بالفعل تتكشف من الجهات الرسمية، يعني خرجت العواجل على الحدث قبل قليل، لم أتابعها بشكل مباشر، ولكن البنتاغون بالفعل الضربات الجوية في سوريا والعراق ما هي إلا البداية. تصريحات من البنتاغون وأيضا رويترز كانت قد ذكرت عن مسؤولين أمريكيين، يعني كما سبق وذكر دكتور عقيل بعد الانتظار يأتي الجواب بالفعل. الآن بات الموضوع، يعني قبل دقائق بالفعل كان الموضوع رسمي أو شبه رسمي. ما هو حجم هذه الضربات؟ يعني انطلقت اليوم في سوريا ضد بعض المواقع التي يقول المتابعون أنها باتت فارغة بالفعل بعد كل هذا الانتظار، ولكن ما هو غير المسبوق؟ ما هو الرد الذي توعدت به الولايات المتحدة إن كانت ضربات تبدو روتينية؟ يعني أنا لا أعتقد أن هذه الضربات روتينية أو أنها ليست مؤثرة على أساس الإعلان المبكر عنها، يعني النقاش السياسي والإعداد العمليات. يعني عقيد حمادي يعني ضيفي سيادة العقيد كان ذكر لي من وجهة نظره قبل قليل أنه عنصر المفاجأة خير موجود، كان هناك وقت كافي للميليشيات بسحب عناصرها من القيادات العليا أو حتى المعدات الثقيلة الثمينة. تفضل دكتور. طبعا هناك أشياء كثيرة يمكن أن تضرب. نحن نتحدث عن بنية تحتية هائلة، هذه الفصائل بنتها منذ 2013 فصعودا، نتحدث عن مخازن أسلحة، عن معسكرات تدريب، عن أماكن لخزن العتاد وما إليها. أيضا يعني هذه البنية التحتية الواسعة على قاعدة الإمام علي، يعني مثلا شرق سوريا، هذه تحوي 20، يمكن أن تحوي 20,000 شخص. فضلا عن ذلك القوات نفسها صعب نقلها، يعني فقط النجباء يقال لديها يعني
بين 10 إلى 15 ألف مقاتل معظمهم في سوريا، هؤلاء لا يمكن نقلهم، أما القيادات الوسيطة العليا ربما نقلوا، يعني هذا ممكن، لكنه يعني هذه المجاميع المسلحة بدون أدواتها المرتبطة بهذه البنية التحتية الواسعة هذه غير فعالة غير مؤثرة. يعني أعتقد من الخطأ حصر الموضوع بالقيادات العليا ومحاولة تصور أن تكرار سيناريو قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 2000 وما أعلنه أوستن وزير الدفاع الأمريكي يعني كان واضحا، قال لديهم قدرات ولدينا قدرات أكثر منهم وهذه المرة سنقوض المزيد من قدراتهم. الإشارة يعني تبدو إلى البنية التحتية، من دون هذه البنية التحتية صعب على هذه المجاميع أن تشتغل، لكن في آخر المطاف علينا أن ننتظر ونرى يعني ما هو الإطار أو نموذج هذه الضربات على الأقل الذي يعني تم ظهوره الآن. يعني مثلا بعض المقاتلين العراقيين قتلوا، مواقع عراقية تحدثت عن 3 أو 4 مسلحين قتلوا، الكثير من البنية التحتية يتم استهدافها بالذات المناطق العقدية اللي هي الحدود العراقية السورية، لأن من هناك يبدأ انتشار القوات والذهاب نحو طرق مختلفة. فيبدو أنه الغرض إنهاء أكثر ما يمكن إنهاء من هذه البنية التحتية، وهذا أيضا يتضمن مقاتلين وأجهزة اتصال وأشياء كثيرة. لا أعتقد أنه التأخر أو الإعلان انضاج القرار سياسيا وعملياتيا لا أعتقد تأثيره كبير على فعالية الضربات. الذي يؤثر على فعالية هذه الضربات هو الإصرار الأمريكي، هل هناك خطة ما، هل مقدار اتساع هذه الضربات. يعني نحن نتحدث عن 3 مجاميع ضمن الميليشيات العراقية اللي تعتبر قوات نخبة، حتى أجهزة الدولة الإيرانية العادية ليس لديها سلطة عليها كتائب حزب الله، النجباء، سيد الشهداء، هذه يعني يمكن أن نسميها قوات صفوة، فقط مكتب الولي الفقيه يستطيع أن يقول لها لا توقفوا، افعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، وهؤلاء موجودون بكثافة في سوريا. فيعتمد الأمر على الخطوات الأمريكية المقبلة عملياتيا، لكنه الحديث السياسي في الولايات المتحدة أن نحن بإزاء تحول نوعي، نقطة تحول. الكلام الحديث الساسة الأمريكان مسؤولين، يعني مسؤولي الإدارة يعني واضحهم يريدون أن يبعثوا رسالة للداخل الأمريكي ولخصومهم الجمهوريين أنه الأشياء هذه المرة تختلف، ولا يستطيعون أن يمرروها فقط خطاب سياسي، لأنه الكونغرس سيطلع بشكل تفصيلي على الأهداف والضربات ويستطيع أن يقيم، بمعنى خصوم هذه الإدارة من الجمهوريين ستتوفر لديهم المعلومات، وعلى الإدارة أن تقنعهم أنها فعلا بإزاء القيام بعملية نوعية ومؤثرة. دكتور العقيل، نتابع إذن هذه الفيديوهات التي يتم تداولها. نستمع للصوت الحي. عزم الانفجارات شديد. إذا نستمع مشاهدينا وإياكم لهذه الضربات من العراق، هذا الفيديو الذي يتم تداوله لما يتم وصفه بأنه الضربات الأمريكية التي تم شنها على مواقع الميليشيات في العراق. عزم الضربات وعزم الانفجارات كان شديدا جدا كما هو واضح من خلال الصوت الحي لهذا الفيديو. نستمع مرة جديدة إلى الصوت الحي. Thank you.
إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذا الصوت الحي للفيديو الذي يتم تداوله ويعرض الضربات الأمريكية التي طالت مواقع الميليشيات الإيرانية في العراق. وبحسب مصادر أمنية عراقية إذن أكثر من ثمان ضربات تم تنفيذها واستهدفت مقار للفصائل المسلحة بقضاء القائمة الحدودي مع سوريا. إذا نحن وإياكم في هذه التغطية المباشرة لانطلاق الضربات الأمريكية التي توعدت بها الولايات المتحدة بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن بما يعرف بالبرج 22. بدأت الفيديوهات تتكشف ويتم تداولها لهذه الضربات الأمريكية، وأيضا بدأت أو الأخبار العاجلة ترد من واشنطن والتبني الرسمي لهذه الضربات. القيادة المركزية الآن تخرج بإعلان عن تنفيذ 85 ضربة جوية ضد أهداف في العراق وسوريا مجتمعين. إذن المرحلة الأولى لم تقتصر فقط على سوريا، بالفعل طالت هذه الضربات العراق. فيديو جديد يتم تداوله يعرض لنا هذه الضربات، نحاول الاستماع إلى الصوت الحي لهذا الفيديو. إذن التأكيدات بدأت تتوالى، نرصد هذه الضربة أو هذه الغارة الأمريكية في هذا الفيديو ونستمع للصوت الحي. تحليق للطائرات، تحليق مكثف والزاوية بعيدة لهذه الضربات. بشامي لا تخاف. تظهر إذن هذه الضربات مع صوت تحليق الطيران الحربي الأمريكي. فيديو جديد نتابعه وإياكم مشاهدينا لهذه الضربات، نستمع لصوت الحي لهذا الفيديو. على ما يبدو أن الاستهداف الذي نتابعه وإياكم مشاهدين في هذا الفيديو للضربات الأمريكية طال إحدى القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة مع تصاعد وتطاير الصواريخ كما هو واضح من خلال هذا الفيديو بعد استهدافها وبعد ضربها بهذه الغارات الأمريكية. بحسب الإعلان الرسمي الأمريكي إن كان من القيادة المركزية الأمريكية أو من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي قالت أن هذه الضربات ليست إلا البداية، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل أعطى الموافقة على هذه الضربات بعد مقتل 3 جنود أمريكيين. بعض المحللين كانوا قد وصفوا بهذه الضربات بأنها وبعد انتظارها لمدة أسبوع بالمتأخرة، ولكن يبدو أن القيادة الأمريكية البيت الأبيض الإدارة والرئيس بايدن انتظرت بعض الشيء للاستقبال الرسمي والتأبين الرسمي للجثامين الجنود الأمريكيين بعد استقبالهم اليوم في القاعدة العسكرية الأمريكية في دوفر. وانطلقت بالفعل هذه الضربات. جاء الإعلان الأول من قبل مصادر إعلامية أمريكية، وسائل إعلام أمريكية في بداية الأمر أعلنت انطلاق هذه الضربات، ومن ثم توالت الأنباء الرسمية والتبني الرسمي والإعلان الرسمي من قبل المؤسسات الأمريكية. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي نادية البلبيسي مديرة مكتب الحدث في واشنطن. نادية بداية تسمعيني بشكل واضح؟
أسمعك بشكل نعم. واضح، وإذا سمحت هل جاء الجواب الذي تنتظرينه هنادي؟ تفضل. الوسطى نعم. هذا البيان الذي انتظرناه. أها أها نعم. البيان صدر قبل قليل وكنا قد انتظرناه في الواقع ما بين النشرة والأخرى. المتحدث باسم البنتاغون قال لي عبر الإيميل بأنه سينتظروا هناك بيان، القيادة الوسطى هي التي ستعطي كل التفاصيل، وبالفعل جاء قبل دقائق. طبعا القيادة الوسطى قالت بأن القيادة المركزية ما يسمى بسينكوم طبعا هي التي شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له. البيان يقول بأن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى. انطلقت طبعا هذه القاذفات من الولايات المتحدة، استخدمت الغارات الجوية، استخدمت أكثر من 125 نوع ذخيرة دقيقة التوجيه بمعنى ليزر جايدد ميسايلز وغيرها، وشملت المنشآت التي تم ضربها، عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات والتابعين لها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا العملية، طبعا عملية استهداف القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا. إذن بعد طبعا ساعات البنتاغون والقيادة الوسطى يؤكدون لنا بالفعل بأن الضربات بدأت في العراق وسوريا، وكما قال للحدث الجنرال باتريك رايدر بأن هذه ليست الهجمات الوحيدة، يعني عددها بالفعل كبير جدا عندما نتحدث عن استهداف فعلا 85 يعني هدفا. كل هذه الأهداف التي ذكرتها عبر البيان تماما، سيكون هناك أيضا رقم كبير جدا وسيكون هناك يعني هجمات. نتوقع نفس الوتيرة نادية، هذه المنشآت وهذه المراكز التابعة للحرس الثوري نفس الوتيرة، ربما أخف طبعا حسب قدرة القوات الأمريكية على تدمير كل هذه المنشآت، يعني الأهداف كبيرة جدا لكنها ستتوالى. يعني عندما تقول الجهة العسكرية والأمنية بأن هناك ضربات متتالية، هم يعرفون مسبقا بأنهم لن يكتفوا بضربة واحدة، وحتى برغم الزخم الذي نراه 85 هدفا هذا ليس كاف بالنسبة لهم. يبدو بأنهم عازمين على أن يكون هناك تدمير كامل لكل هذه القدرات العسكرية لهذه الميليشيات التابعة لإيران، والتي ذكرنا منذ أيام منذ أن يعني بدأ هذا الهجوم يوم الأحد الماضي بأن الإدارة كانت تنتظر بالفعل أن يصادق الرئيس بايدن على الأهداف، وهذا ما فعله. وكما ذكرت انتظر أسبوع كامل حتى وصول جثامين الجنود الأمريكيين القتلى، حتى يتم الدفن بالطريقة التي تليق بهم عسكريا، وتبدأ عملية الانتقام بين قوسين من الذين قاموا بهذا الهجوم الذي أدى إلى مقتلهم. كل الشكر لك نادي. حتى الآن بطبيعة الحال يبدو أن الليلة ستكون طويلة والتغطية مستمرة من قناة الحدث، سنعود إليك خلال هذه التغطية. حدثتنا مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك حتى الآن. مشاهدينا إذن نحن وإياكم في تغطية مستمرة مباشرة من قناة الحدث لانطلاق العملية العسكرية وانطلاق الضربات بتعبير أدق، الضربات والغارات الأمريكية التي توعد بها الرئيس بايدن ردا على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في الأردن. نتابع وإياكم مشاهد حصرية الآن للقصف الأمريكي ضد المواقع الميليشيات، نتابع. هذه المشاهد تابعناها أيضا قبل قليل للضربات الأمريكية التي طالت مواقع الميليشيات المقربة من إيران، وكان هناك يعني القيادة المركزية بحسب مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي قد بالفعل قامت بإرسال التأكيدات للوسائل الإعلام منها قناة الحدث بتبني أو بالإعلان الرسمي بتعبير أدق للولايات المتحدة
انطلاق الضربات الأمريكية ضد الفصائل المقربة من إيران في سوريا والعراق. الأرقام كانت كبيرة، 85 أو 85 ضربة أعلنت عنها الولايات المتحدة باستخدام 125 ذخيرة أو صاروخ موجه بالليزر دقيق التوجيه لضرب هذه المنشآت العسكرية للميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا. أيضا الإعلان كان من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون بأن هذه هي المرحلة الأولى فقط وليست إلا البداية. الضربات التي كانت منتظرة لعدد من الأيام بعد إعلان الإدارة الأمريكية نيتها الرد على العملية الإيرانية التي استهدفت 3 جنود أمريكيين انطلقت اليوم، وكان الدلالة الزمنية أو الانطلاقة كانت لعلها مرتبطة، وبحسب أيضا تأكيدات من نادية البلبيسي مديرة مكتب الحدث في واشنطن، بوصول جثامين الجنود الأمريكيين بالتأبين العسكري مع حضور شخصي للرئيس بايدن وعقيلته في القاعدة الأمريكية العسكرية لاستقبال هذه الجثامين. كانت أيضا نادية البلبيسي مديرة مكتب الحدث ذكرت قبل قليل معنا مباشرة على الهواء تفصيل القيادة المركزية في إعلانها لوسائل الإعلام للاستهدافات وأيضا الفصائل التي تم استهدافها. لمزيد من المتابعة والتحليل معي في هذه التغطية ضيفي العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والاستراتيجي، وأيضا الدكتور عقيل عباس ضيفي من واشنطن المحلل السياسي في هذه التغطية. أعود إلى العقيد حمادي مرة جديدة. سيادة العقيد، يبدو أن الإعلان الرسمي جاء مفصلا، الأرقام جاءت أيضا بحسب بعض التقديرات كبيرة، 85 ضربة، هل توقعتم هذا الحجم في غضون ساعات قليلة؟ نعم، هناك 4 موجات من الضربات التي استهدفت الميليشيات من القائم وحتى عياش. القائم طبعا هي الشعبي العراقي موجودة في العراق، مرورا بالبوكمال حتى الميادين، دير الزور، عياش، حتى البادية، بادية الميادين. إذن هناك أهداف عديدة، والولايات المتحدة عندما تريد أن تقوم بهذا العمل أوكلت العملية للقيادة الوسطى وهي المسؤولة عن سوريا والعراق في هذه المسألة، يعني أن هناك إعطاء إمكان أو إعطاء يعني مد لهذه القيادة في العمل العسكري. كما أن الولايات المتحدة كما جاء في البيان بأنها جلبت البي 52 كما يقال، البي 52 القاذفة الاستراتيجية، كان بإمكانها أن تستخدم الـ F-16 أو الـ F-22 أو الـ 35 المتواجدة في المنطقة، ولكن الولايات المتحدة أرادت أن تعطي لهذه العملية زخما كبيرا وعرض عضلات وعرض بأنها صاحبة رسالة بأنها لن تتسامح مع هذه الميليشيات التي ضربت القوات الأمريكية في هذه المنطقة. إذن عندما تقوم الولايات المتحدة وبهذه الأهمية عليها أن تضرب الهيكلية العسكرية لفيلق القدس وللميليشيات التابعة لها. الهيكلية العسكرية لها يعني 3 مراحل. المرحلة الأولى هي القوات العسكرية المتواجدة المقاتلة كالميليشيات المتواجدة في القواعد العسكرية. 2 قيادة المنظومة، من يقود هذه المنظومة، سيطرة وغرف العمليات وكذلك الاستخبارات، وأخيرا الدعم اللوجستي التي هي المستودعات بكامل أنواعها، مستودعات الطيران المسير، مستودعات الصواريخ، مستودعات الأسلحة الدقيقة، ومستودعات الأسلحة الذخائر المشاة وغيرها من هذه الأدوات.
لذلك أي ضرب لمجموعة دون المجموعة الأخرى يعني بأن الولايات المتحدة لن تعطي أو تستكمل هذه الضربة. ربما تكون هناك في الموجات القادمة يعني مع الضربات العسكرية عمليات خطف المتحدة في القيام بها إذا كان هناك شخص تريد اعتقاله أو هو المسؤول عن هذه الضربة. طيب دكتور عقيل، الإعلام بالفعل إذن من قبل القيادة المركزية عن هذه الضربات، والجيش الأمريكي بالفعل يقول أنه استهدف فيلق القدس التابع للحرس الثوري. هذا الاستهداف هل يترتب عليه برأيك رد فعل قوي من الجانب الإيراني أم أن التفاهمات موجودة؟ أنا لا أعتقد هذا الموضوع يتعلق بالتفاهمات. الفيلق القدس رسميا كتاب حزب الله من جباء، يعني هذه الفصائل العراقية التي تقاتل في سوريا وأيضا موجودة في العراق، هذه مؤسساتيا هي جزء من فيلق القدس. يعني ليست العلاقة ليست فقط إيديولوجية، وإنما العلاقة مؤسساتية تأتمر يعني بفيلق القدس، وهي لا تعطى الأسلحة وتعطى التمويل من دون أن تكون ضمن فيلق القدس. فأعتقد المقصود بها هي الجماعات العراقية التي المنضوية تحت فيلق القدس. لا أتصور، يعني أعتقد أنه أعداد الإيرانيين في سوريا ليست كبيرة، معادة مستشارون وضباط كبار، وهؤلاء يمكن إخلاءهم يعني على مدى هذه الفترة يعني 4 أو 5 أيام بحدود أسبوع. الولايات المتحدة تحدث عن نيتها بالقيام بضربة، أعتقد هؤلاء نقلوا. يعني هناك فصائل أفغانية، هناك فصائل عراقية، الأساسية هي فصائل عراقية بمعنى الذين يقومون بالقتال اليومي، الجنود أو هذه المستوى العناصر الدنيا. أي مستوى العناصر، قيادات الدنيا، هؤلاء ليسوا إيرانيين، القيادات العليا إيرانية، المستشارون إيرانيون. ولكن دكتور البنتاغون يقول أنه تم استهداف قيادات نخبة، يعني هذه العواجل التي ترد الآن على شاشة الحدث، بنتاغون الضربات استهدفت قوات نخبة إيرانية وفصائل موالية لإيران في العراق وسوريا. يعني علينا أن ننتظر ونرى ما الذي يقصدونه. يعني لا توجد يعني قوات إيرانية بالمعنى التقليدي للكلمة الآن، كانت في أثناء الحرب الأهلية السورية موجودة. هل هناك نخب إيرانية عسكرية؟ إذا صح الكلام ما تقوله البيانات الأمريكية، إذن إيران لم تنقلهم كلهم. يعني حسب ما قيل أنه أعيدوا إلى إيران، هناك حركة نقل واسعة نسبيا بالطائرات وغيرها. إذا صح ما يقوله الأمريكيون بهذا الصدد، إذن لم تنقل إيران يعني معظم القيادات أو كل القيادات. يعني بغض النظر، أنا أعتقد هو كل الذي يحدث الآن، كل الذي يستهدف في سوريا هو تابع بشكل من الأشكال للحرس الثوري الإيراني، سواء كان فصائل عراقية، فصائل أفغانية، ضباط إيرانيون، لأنه مكان عمل الحرس الثوري، وهذه منصوص عليها إيرانيا، هو منطقة الشرق الأوسط. لا توجد يعني جيش إيراني أو قوات نظامية إيرانية لا يحق لها أن تشتغل يعني في المنطقة، فقط الحرس الثوري، وكلهم هؤلاء هم منضوون يعني في الحرس الثوري. أعتقد التمييز ليس مهما بخصوص الجنسيات، المهم هو هل فعلا يستهدفون البنية التحتية الحقيقية لهذه الفصائل المسلحة، يعني تعويض السلاح وتعويض معسكرات التدريب. أعتقد بالحديث عن الاستهدافات دكتور عقيل، وسأعود أيضا لسيادة عقيد للحديث عن هذا الموضوع، نتابع وإياك دكتور الآن على شاشة الحدث هذه الخارطة للشريط الذي تم استهدافه. يعني بحسب الإعلان وبحسب المصادر الميدانية، القائم، البوكمال، الميادين، يعني يبدو الشريط واضحا. لماذا التركيز برأيك على هذا الشريط؟ لا، هذا شريط مهم جدا، لأنه
هنا مواقع التمركز يعني على الجانب العراقي، هذه مناطق حدودية البوردر كروسنج أو مناطق العبور الحدودية، هنا سيطر عليها الحشد الشعبي العراقي الذي هو يعني علاقته غامضة بالفصائل المسلحة. الفصائل المسلحة ممثلة بالحشد الشعبي، مثلا النجباء كتائب حزب الله لديها ألوية في الحشد الشعبي، ولديها أيضا فصائل تقاتل في سوريا ليست في إطار الحشد الشعبي. فالذي يسيطر على هذه المناطق المعابر الحدودية ليس كلها، لكن المعابر المهمة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، التي عبرها تنقل الأسلحة، تنقل من الجانب العراقي إلى الجانب السوري، حيث يعني الفصائل المسلحة إذا كانوا النجباء على الجانب العراقي الرسمي كجزء من الحشد الشعبي، ففي العادة على الجانب السوري نجباء أو كتائب سيد الشهداء أو كتائب حزب الله، يعني هذه المتحالفة في ذات الإطار الإيديولوجي هي التي تستلم الأسلحة، هي التي تستلم الأشياء وتبدأ بتوزيعها يعني على المناطق السورية. هذه المنطقة هي منطقة هيمنة تقليدية للجماعات المسلحة العراقية المنضوية في الحرس الثوري الإيراني، يعني كما المعروفة القائم الميادين، فأعتقد استهدافها شيء طبيعي. وهذه مناطق تركزها يعني ما موجود مثلا في درعا أو في دمشق أو في هذه قوات أصغر ومجاميع أصغر، قوتها هي هنا، تركزها هو هنا. دكتور اسمح لي أن أذكر يعني كل من انضم إلينا الآن في هذه التغطية من قناة الحدث للضربات الأمريكية. نتابع إذن مشاهدينا وإياكم هذه الضربات الأمريكية في العراق وسوريا ضد الفصائل الموالية لإيران. هذا الفيديو الجديد الذي يتم تداوله لهذه الضربات، نستمع للصوت الحي لهذا الفيديو. قولوا إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذه التغطية المباشرة والحية من قناة الحدث للضربات الأمريكية التي تم الإعلان عنها من وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية. أيضا بحسب البيان تم تنفيذ نحو 85 ضربة أمريكية ضد الفصائل الموالية لإيران ب 125 قذيفة دقيقة التوجيه بحسب إعلان القيادة المركزية الأمريكية لبنى تحتية ومنشآت وأيضا مواقع عسكرية تابعة للفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا. في هذه التغطية معي سيادة العقيد الحمادي، لا أعلم إن كان معي في هذه التغطية أم انقطع الاتصال. تسمعني سيادة العقيد؟ نعم. الشريط الحدودي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، أهمية هذا الشريط ولماذا تركزت برأيك الضربات عليه جغرافيا؟ وحتى البحر المتوسط مرور في هذه المنطقة، إذا معبر السكك شرع، معبر البوكمال، معبر طيب سيادة العقيد أحمد حمادي، الحقيقة الصوت متقطع غير واضح، سنحاول الاتصال بك مرة جديدة لنتمكن من الاستماع إليكم بشكل واضح. ينضم إلي في هذه التغطية الآن من القامشلي مراسل الحدث جمعة كاس. جمعة بداية تسمعني بشكل واضح؟ طيب الاتصال غير جاهز بمراسل الحدث من القامشلي جمعة كاش، سنعود لجمعة بعد قليل فور جهوز الاتصال. دكتور عقيل، يعني كنا نتابع وإياك من واشنطن، دكتور عقيل عباس، نتابع وإياك إذن هذه التغطية. ذكرت أنه وإن انعدم عنصر المفاجأة وإن تمكن يعني الجانب الإيراني من يعني أو استفاد من مهلة من أسبوع تقريبا ل يعني ترتيب الأوضاع قبل هذه الضربات، لكن البنى التحتية هي أكثر ما يعني تم استهدافه وهي
استلزمت إيران عدد كبير من السنوات، وبالتالي نسأل عن الأذى الذي سيلحق هذه الفصائل، وما هو الرد المتوقع إن يعني بالفعل قررت إيران ذلك؟ أنا الآن يعني ما أعرف إذا هذا العاجل صحيح، أنه أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لن تكون هناك ضربات في داخل إيران. أنا بتصوري إذا هذا هي صحت فهي رسالة تطمين لإيران، وأيضا دعوة ضمنية أنكم لا تردوا، إذا رددتم يمكن أن نضرب في داخل إيران. يعني ما موجود من هذه الفصائل على هذه المنطقة الحدودية، الجانب العراقي والجانب السوري كبير ومهم، ويبدو الاستهداف الأمريكي هناك هو الغرض منه فعلا تقويض البنية التحتية لهذه الفصائل، بمعنى أنه يكون عملها صعب ونستطيع أنه نتبين هذا من قدرتها على الرد فيما بعد. لنفترض أن هذه العملية الأمريكية تستمر 4 أو 5 أيام، هل ستستطيع أن ترد هذه بعد أسبوع، بعد 10 أيام؟ ما هو نوعية الرد؟ أعتقد هذا هو جزء من الاختبار الأمريكي، هل نجحوا في تقويضها بحيث تصبح عاجزة عن القيام بعمليات مؤثرة كعملية الأردن، أو أنه يستغرقهم الأمر المزيد من الوقت لإعادة يعني بناء هذه البنى التحتية، وستستهدفها واشنطن أم لا؟ أعتقد نحن بإزاء مشهد مفتوح على تطورات كثيرة، لكنه من الواضح لحد الآن أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو شيء كبير، يعني ليس مجموعة ضربات عادية، وهي تريد أن تغير قواعد اللعبة بهذا الصدد. يعني يبدو لحد الآن أنه هذا هو الذي يجري. لننتظر بضعة أيام لتفحص النتائج وردود الأفعال السياسية. نعم، كل الشكر لك دكتور على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي من واشنطن ضيفي من هناك الدكتور عقيل عباس، الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية. يضم إلي الآن من واشنطن العقيد جو بوشينيو، المستشار السابق لقائد المنطقة الوسطى. سيادة العقيد تحية طيبة، أهلا بك في هذه التغطية من قناة الحدث لهذه الضربات. بداية ومن وجهة نظر عسكرية، نسأل عن الهدف المباشر برأيك لهذه الضربات، هل هو بالفعل تغيير لقواعد اللعبة في العراق؟ هل تهدف الولايات المتحدة لإيذاء الفصائل وعدم أو شل قدرتها على الحركة، أم مجرد رد فعل؟ الهدف هو تغيير سلوكية إيران ودفع إيران للتوقف. إيران لا تزال مستمرة في إرسال المسيرات والذخائر لتلك المجموعات الشيعية، وكنا قد رأينا ما الذي حدث في مقتل 3 أمريكيين في برج T-22 في الأردن، ومن خلال هذه الضربات نظهر لها بأننا قادرون على استخدام القوة، والهدف هو أنه عليه أن تتوقف. نعم، ذكرت سيادة العقيد أنه الهدف هو لتغيير السلوكيات الإيرانية. إن كان الهدف إيران بشكل مباشر، لماذا لم تستهدف هذه القذائف الحدود الإيرانية وتم استهداف الوكلاء في سوريا والعراق؟ هذه الإدارة، إدارة الرئيس بايدن، تتحاشى المخاطر، وهي تتسم بالحذر الشديد وبصورة واضحة، وبدلا من ضرب إيران تقوم بضرب الميليشيات الشيعية التي تعير إيران اهتماما لها. إيران تقوم باستخدام تلك المجموعات التي يتم الآن قتلهم، يمكن لإيران أن تستبدلهم بكل بساطة من خلال أموالها. لذا أرى أن هذه الضربات ما كانت لتحمل الأثر الذي كنا نرغب بحدوثه بصورة فعلية.
طيب من يعني اسمح لي الاستفادة من خبراتكم في مجال استشارة كقائد لمستشار سابق لقائد المنطقة الوسطى. اليوم تم الإعلان عن 85 ضربة باستخدام 125 قذيفة دقيقة التوجيه. هذه الأرقام كيف يمكن فهمها؟ وهي ليست أيضا بالمناسبة هي فقط البداية، كيف يمكن فهمها من ناحية جدية الولايات المتحدة في إيصال هذه الرسالة؟ الرسالة التي نحاول أن نظهرها هي بأننا سوف نقوم بإضعاف القدرات والذخائر والمسيرات والتخلص منها تلك التي كانت مسؤولة عن قتل قواتنا. هذه هي الرسالة. أعتقد أنه ما يجب أن ننقله هو إذا ما كانت لنا الإرادة هو بأن إيران ندرك بأنها لن تكون سعيدة بهذه النتائج. لكن تخيلوا بأنه بعد هجمات وصلت إلى أكثر من 160 ما كنا لنعيش مثل هذه الهجمة الأخيرة التي حدثت على مستوى مناطق العراق وسوريا. لكن لا أرى أن هذه الضربات سوف تحمل الأثر المطلوب، فنحن لم نستهدف أي من الأصول التي تعير إيران اهتماما بشأنها، وفي نهاية الأمر هذا لا يفعل سوى النذر القليل. كان للرئيس البايدن تصريح قبل انطلاق هذه الضربات مفاده أنه لربما إيران ليست مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل 3 جنود أمريكيين أو الضربة التي أودت بحياتهم على الحدود الأردنية في قاعدة 22. وبالتالي نسأل عن بعض وجهات النظر التي قالت بأن هذه الضربة تأخرت وأن إيران لم يتم وضع خط أحمر لها أو تحذيرها. لو كان الرسالة شديدة اللهجة كالتي نشاهدها الآن على شاشات التلفزيون وشاشات الحدث من الضربات، لو كانت هذه الضربة عقيد جو كانت مبكرة، كانت بسنوات سابقة، هل كان يمكن الحفاظ على أرواح الجنود الأمريكيين 3 الذين قضوا في الأردن؟ لو تبنينا موقفا أكثر صرامة مع إيران منذ سنوات، وهذا ما ذكرته بأننا لو قمنا بتشكيل هذه الضربات ضد إيران حتى على الأقل ضد في الأسابيع الماضية، فكان لابد للولايات المتحدة أن تضرب إيران. وكنت قد تعرضت لانتقادات شديدة على تصريحاتي، ولكن الآن بات الجميع يتفق معي أننا نحن لا نتصرف إزاء إيران بالطريقة التي تقوم هي بإظهار ردود أفعال علينا. إن الضربات التي وقعت في الأردن وقتلت 3 مقاتلين أمريكيين هي ليست مسألة تصعيد أو استفزاز، بل هو تكرار للأحداث التي تقوم به إيران وميليشياتها أكثر من 175 مرة منذ 7 أكتوبر. لكن هذه المرة المسيرة استطاعت أن تخترق أجهزة الرصد والرادارات وقتلت قواتنا. هذه الاستراتيجية التي نتبعها غير فعالة، وأسف أن أقول بأنها سوف تستمر في كونها غير فعالة. اسمح لي سيادة العقيد بأن أشير لهذه الفيديوهات التي يتم تداولها من منطقة القائم تحديدا لهذه الضربات التي استهدفت مواقع الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا. نتابع مشاهدينا وإياكم هذا الفيديو، نستمع للصوت الحي لهذا الفيديو.
المزيد من الفيديوهات التي تظهر الضربات الأمريكية التي طالت مواقع الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا، انفجارات شديدة العزم يتم رصدها من خلال هذه الفيديوهات. والآن طقر القصف المقاطع مو بالبيت. نتابع هذا الفيديو من مقر قيادة الأنبار للحشد الشعبي الآن في عكاشات على الحدود العراقية السورية في قضاء القائم تحديدا. يبدو أن هذه الضربات طالت مواقع للتخزين، تتطاير إذن الصواريخ بعد استهدافها بشكل واضح في هذا الفيديو. انفجارات شديدة العزم هزت هذه المواقع. والآن طقر القصف المقاطع مو بالبيت. إذن مشاهدينا، نحن مستمرون وإياكم في هذه التغطية للضربات الأمريكية التي طالت مواقع الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا، ونتابع هذه الفيديوهات التي توثق هذه الاستهدافات. معي في هذه التغطية ضيفي من واشنطن العقيد جو بوشينو، المستشار السابق لقائد المنطقة الوسطى. سيادة العقيد، قلت قبل قليل في جوابكم الأخير أن هذه الضربات يعني تبدو غير كافية لردع إيران عن استكمال استهدافاتها. لماذا هي غير كافية بحسب رأيكم؟ وإن كانت هي مجرد المرحلة الأولى. لأن إيران لا تعير أي اهتمام ولا تعير أي اهتمام بالعراق، فهي تحتفظ بالأمر لنفسها، وقد تستمر بإطلاق هذه الصواريخ على قواعدنا من قبل تلك الميليشيات الشيعية. إيران لا تهتم بهذه الميليشيات، وهذه الضربات قد لا تفعل أي شيء البتة للوصول والتأثير على صانع القرار في إيران وحثهم على إعادة النظر في المسائل. إيران قد تعاقدت من الباطن مع كافة هؤلاء المقاتلين من الشيعة، الميليشيات الشيعية، لذا عندما نقوم بضربهم بالعراق وسوريا فقد يقومون بنوع من المقايضة في أي يوم، لأن الضربات لم تدخل إلى الحدود الإيرانية، ويعرفون بأننا لن نقوم بتدمير أي من فيلق القدس أو أي من قياداتهم الخاصة بهم. ولكن الرئيس جو بايدن يعني كان حريصا على عدم الانزلاق نحو حرب مباشرة مع الإيران. برأيك ما تبعات الاستهداف الأمريكي إن تم بالفعل يعني للداخل الإيراني؟ أعتقد أن إيران في حقيقة الأمر سوف تزداد قوة، لأننا لا نفعل أي شيء لنتسبب بالألم لها. سوف تشعر بأنها أكثر قوة بفضل الحرس الثوري الإيراني، ويعلمون بأنهم لم يتجاوزون الخطوط الحمراء، لذا سوف يستمرون في أعمالهم العدائية ونقل الأموال والمسيرات إلى الحوثيين، وقف تدفق هذه العمليات غير الشرعية عبر قناة السويس. لم تفعل أي شيء إلا تقوية إيران وشوكتها. العقيد بوشينو، أيضا نسأل عن وجهة نظركم التي تقول بأن هذه الضربات غير فعالة. هل هي يعني غير فعالة وإن طالت بالفعل البنى التحتية لهذه الميليشيات التابعة لإيران، وإن أيضا حاولت من خلال المراحل على شل قدرتها أو ضرب مخزونها بشكل كبير؟ هذه الأشياء يمكن إعادة تزويدها بكل سهولة. قد يستغرق الأمر أسابيع فقط لإيران لإرسال المزيد من الصواريخ والمسيرات.
المباني يمكن إعادة بنائها، ولكن بالنسبة للمسيرات والذخائر يمكن تزويدها وإعادة إمدادها خلال أسابيع. إيران لديها المال لفعل ذلك. اسمح لي أن نشير إلى الأخبار العاجلة سيادة العقيد التي ترد الآن على شاشة الحدث. مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن يقول لشبكة CNN أن الولايات المتحدة لن تنفذ ضربات داخل إيران. إذن يعني سيادة العقيد نسأل عن هذا الموقف من الإدارة الأمريكية. يبدو أن الرئيس بايدن مصر على عدم توسيع دائرة الصراع أو الانزلاق إلى حرب مباشرة مع إيران. يعني يقول صراحة أن الولايات المتحدة لن تنفذ ضربات داخل إيران. كيف يمكن قراءة السياسة الأمريكية في هذا التوقيت؟ هذه فكرة سيئة ورسالة سيئة تنم عن الضعف وتبدو ضعيفة للغاية، وسوف تبعث برسالة إلى إيران بأنه بمقدورها الاستمرار بضرب قواتنا وعديدنا. أعتقد أنها تظهر ما الذي كانت تخاله إيران طوال الوقت، أي بمعنى أن هذه الإدارة تتفادى المخاطر وتخشى من اندلاع أي حرب مع إيران، بحيث أنها سوف تقوم بالتراجع بسرعة إذا ما خرجت هذه المجموعات الشيعية أصبحت خارجة عن السيطرة. هل تتخوفون من رد فعل الفصائل الموالية لإيران بعد هذه الضربات سيادة العقيد؟ هل لك أن تكرر السؤال؟ هل تتخوفون من أي رد فعل مرتقب من قبل الفصائل الموالية لإيران بعد هذه الضربات التي طالت مقارنة والعراق؟ أعتقد أن قواتنا سوف تكون في وضع مستعد، وتذكروا أن قواتنا قامت بمحاربة داعش، وتذكروا أنهم لم يكونوا هم الذين بدأوا بالأمر، كانوا سوف يعملون على البقاء في قواعدهم وضمان السيطرة عليها. وأعتقد أن المجموعات الشيعية سوف تشعر بأنها أكثر قوة، لأننا لم نفعل أي شيء بصورة فعالة في السابق، وقد تصبح الأمور أسوأ لأننا أمضينا 6 أيام في الحديث عن مدى أهمية هذه الضربة. في هذا التوقيت أعتقد أنه علينا أن ننقل تلك القوات الأمريكية من العراق والأردن وسوريا وأخراجهم من البلاد. طيب، اليوم وبعد تأكيد الرئيس جو بايدن بعدم استهداف أي من القواعد داخل الحدود الإيرانية، ما هي المراحل المرتقبة لهذه العملية، خاصة وأن البنتاغون شدد على أنه هي المرحلة الأولى فقط؟ نسأل عن المرحلة الثانية وعن المستوى الزمني أو العدد الأيام أو الأسابيع التي تتخذها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الضربات. أعتقد أن المسألة سوف تتم خلال أيام وليست أسابيع. سوف نرى المزيد من الضربات في العراق وسوريا، وسوف نرى ضربات على الحوثيين في اليمن، وأعتقد أنه قد يكون هناك عقوبات في نفس التوقيت وبالتوازي على أموال إيران، وهذا ما الذي قد نراه. كل الشكر لك سيادة العقيد على هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي ضيفي من واشنطن العقيد جو بوشينو، المستشار السابق لقائد المنطقة الوسطى. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة والمستمرة من قناة الحدث للضربات الأمريكية التي انطلقت هذه الليلة بعد انتظار عدة أيام ضد مواقع عسكرية للفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق. وبحسب القيادة المركزية وبحسب البيان تحديدا الذي تم
إرساله للوسائل الإعلامية. تم تنفيذ خلال هذه الساعات 85 ضربة أمريكية طالت هذه المواقع في سوريا والعراق باستخدام 125 قذيفة دقيقة التوجيه. في هذه التغطية ينضم إلينا الآن من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. عميد رحال، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. بداية، تقييمكم من وجهة نظر عسكرية للضربات التي شنتها الولايات المتحدة. عميد رحال، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي الحدث. يعني اليوم نحن أمام إيفاء بالوعد اللي أعطته الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون هناك عملية قصاص للضربات أو للتعدي الإيراني على قاعدة برج 22. واضح من أن هناك مروحة أهداف كبيرة، واضح من أن هناك بنك أهداف كبير وافر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. عمق الضربات، تعدد الضربات، اتساع مساحة الضربات داخل أراضي سوريا حتى داخل الأراضي العراقية، ضرب منطقة القائم سواء في منطقة عكاشات داخل الأراضي العراقية أو البوكمال والميادين داخل أراضي سوريا. هذا يعني ضرب عقدة الوصل ما بين سوريا والعراق، وهذا يعطي يعني ضرب عمق التواجد الإيراني في المنطقة الشرقية. جميعنا يدرك من أن منطقة الميادين والبوكمال، جنوب الميادين، قاعدة الإمام علي، عشرات المواقع التي يشغلها الحرس الإيراني، فيلق القدس، حزب الله اللبناني، حزب الله العراقي، سيد الشهداء، نجباء، بالإضافة إلى زينبيون وفاطميون. تلك المنطقة هي نقطة ثقل الوجود الإيراني التي لطالما مارست الكثير من عمليات التعدي على القواعد الأمريكية. وبالتالي واضح أن الإدارة الأمريكية اليوم بدأت بتلك الضربات، 85 ضربة خلال أقل من ساعتين. هذا يعني من أن هناك عملية ضرب للوجود. يبقى علينا تقييم تلك الضربات من خلال الآثار. حتى الآن لا توجد تقارير ما هي طبيعة الضربات، ما هي عمق تلك الضربات، ما هي الأسلحة المستخدمة. ستعتمد الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما قالت في سيناريوهات الرد من أنها ستعتمد على الضربات المتتالية المتلاحقة. هذا يعني أن هناك ما يسمى عمليات استطلاع مع بعض الضربة، بحيث تهدد أو تحدد مدى تأثير تلك الضربات طبيعة ضربات اللاعب. عميد رحال، يعني البعض شكك بغياب عنصر المفاجأة بالرغم من تأكيد يعني الإدارة الأمريكية الموافقة على هذه الضربات، تأخرت عدد من الأيام. هل لهذا التأخير أي قيمة عسكرية على الأرض اليوم؟ يعني دائما عنصر المفاجأة يكون مع القوى المتكافئة أو مع قوى ضعيفة تريد أن تهاجم قوى كبيرة، وبالتالي عنصر المفاجأة قد يحقق نوع من تحقيق الأهداف أو تحقيق نسبة كبيرة من المهمة. لكن مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع القوة العظمى، مع قدرات السلاح الأمريكي، نذكر حرب العراق. يعني أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بحرب تحرير الكويت أو حرب السيطرة على العراق قبل الحرب، وقامت بالحشد، وكما يقال على عينك يا تاجر. هذه القوة العظمى كقوة الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتمد على عنصر المفاجأة بقدر ما تعتمد على دقة الإصابة، وهي تمتلك الأسلحة التي تحقق لها تلك الدقة، وتملك وسائط السطع التي تحدد لها مكان الأهداف، وتملك القدرة على تحديد فعالية تلك الضربات لإعادة الضربات لاحقا. يعني هل كانت الأولوية للولايات المتحدة تدمير البنى التحتية مثلا أم اغتيال شخصيات محددة؟ في الضربات السابقة التي كانت تأتي ردا على الاعتداءات الإيرانية على القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو في العراق، كانت عادة ما تستهدف الأسلحة، منصات الإطلاق، بعض المستودعات، وعادة كانت تبتعد عن الإلحاق أي أضرار بالقدرات البشرية لإيران. لذلك كانت نسبة قتل العناصر قليلة جدا. اليوم أنا أعتقد أن الوضع مختلف تماما. هناك نوعين من العمليات القتالية، وقيل من بعض المسؤولين الأمريكيين ستستهدف بنية
الوجود الإيراني في المنطقة سواء في سوريا أو العراق، المستودعات للتواجد بها، الخنادق والكهوف والقواعد والمستودعات الأسلحة التي أوجدتها إيران، إضافة إلى عملية اغتيال الشخصيات. وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من الدقة، خصوصا بعد أن قامت إيران وميليشيات إيران وأذرع إيران بعملية إعادة تموضع، إعادة الانتشار. لكن المعروف أن قدرات الاستطلاع الأمريكية قادرة على تحديد مواقع تلك الأهداف ومواقع الشخصيات القيادية، حتى لو كانت في عملية تغيير للتموضع أو تغيير لانتشارها على الجغرافيا السورية أو غيرها. طيب، سنحاول تقييم هذه الضربات معك عميد رحال. يعني بحسب الإعلان من الولايات المتحدة، الغارات طالت فيلق القدس، وزير الدفاع يقول أنها أيضا الغارات على الحرس الثوري الإيراني تحديدا، من حيث أيضا المكان الجغرافي كان هناك استهداف لمقرات الحشد. ما هو المستوى الذي سعت إليه الولايات المتحدة برأيك في هذه الضربات عميد رحال؟ يعني حتى لا نستطيع أن نقول أنها ضربات عادية كالتي كانت تحصل على القواعد أو على مواقع مراكز ميليشيات إيران، ولا نستطيع أن نقول أنها ضربات استراتيجية قوية جدا، لأن لا يوجد الزخم الكبير كما كان في حرب العراق أو حرب الكويت على القوات العراقية. حتى الآن نستطيع أن نقول أنها ضربات متوسطة. كما قلت، لا نستطيع تحديد نوعية الضربات، عمق الضربات، الأسلحة المستخدمة. هذا الأمر حتى الآن، وإن كان هناك ضربات بالصواريخ أو استخدام للقاذف بي 1، ويمكن أن تستخدم القاذف بي 52. هناك غواصتين تحملان كل واحدة منها 154 صاروخ تماهوك عالي الدقة في تحديد الإصابات. وبالتالي نستطيع أن ننتظر على الأقل 24 ساعة. والاستطلاع الأمريكي أيضا في هذا الوقت يقوم بعملية تقييم لتلك الضربات. وبالتالي الآن الضربات تستطيع أن نقول أنها متوسطة، نظرا لتعدد مواقع الأهداف المستهدفة، ونظرا لعدد الهجمات عندما نتحدث عن قرابة 85 هجوم. عميد رحال، تفضل بالبقاء معي في هذه التغطية من قناة الحدث لهذه الضربات الأمريكية على مواقع الفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق. ولكن لمزيد من المعلومات والتفاصيل ننتقل إلى بغداد. يحدثنا من هناك مدير مكتب الحدث في العراق مجد حميد. مجد، تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية. ما الذي نعرفه عن حجم هذه الضربات في العراق تحديدا مجد حتى الآن؟ نعم، هذه الضربات هي الضربات الأعنف منذ أن بدأت الولايات المتحدة عملية توجيه ضربات لمقر تابع للفصائل المسلحة، بعد أن تبنت ما يقارب أكثر من 170 عملية تمثلت بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مقر تابع للتحالف الدولي من ضمن القواعد العسكرية العراقية، إن كان في قاعدة علي الأسد أو في حرير في أربيل، وكذلك فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد. كانت الهجمات السابقة للولايات المتحدة تقوم باستهداف منشآت محددة في جرف الصخر كعمليات تحذير، لأن الهجمات السابقة لم تؤدي لسقوط قتلى وجرحى من الجانب الأمريكي. بعد عملية الأردن وتبني الفصائل المسلحة بأن استهدفت قاعدة التنف وكذلك الركبان، اتهمت الولايات المتحدة بشكل مباشر كتائب حزب الله والنجباء بأنها تقف خلف عملية إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. الهجمات الآن هي الأعنف باتجاه مقار تابعة للفصائل، استهدفت أكثر من 7 مقار في عكاشات بالقرب من قضاء القائم، وهو القضاء الحدودي ما بين العراق وسوريا، وكذلك تم استهداف مقار أخرى في منطقة السكك وهي قريبة عند المنفذ الحدودي ما بين البلدين. بحسب المعلومات بأن هناك قتلى وجرحى جراء هذا القصف. ماجد؟ نعم معك. نعم، فيما يتعلق بردود الفعل الرسمية تحديدا، هل خرجت أي من ردود الفعل من الحكومة أو الفصائل؟ نعم، صدر بيان قبل قليل من قبل يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أي باسم رئيس الوزراء، وأدان هذه الهجمات وقال: الآن تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه الضربات
في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة، أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجري ويجر هذه الضربات تجر المنطقة إلى ما يحمد عقبة، ونتائجها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. إذن العراق يدين هذه الهجمات التي تمت من قبل طيران الولايات المتحدة واستهدفت مقار تابعة للفصائل المسلحة في منطقتي عكاشات والسكك في قضاء القائم، واستهدفت مخازن للأسلحة، لأنه في الفيديوهات التي نشاهدها تبين عملية تطاير الصواريخ التي تمت جراء عملية الاستهداف الجوي الأمريكي في سماء قضاء القائم. بحسب المعلومات بأنه الكثير من الأهالي نزحوا من منطقة السكك التي استهدفت بسبب الصواريخ والعتاد الذي ما زال ينفجر حتى الآن باتجاه مركز القضاء، وبأن سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء ما زالت متواجدة بالقرب من المنطقة بانتظار أن تهدأ عملية الانفجارات الداخلية جراء عملية الاستهداف لهذه لمخازن الأسلحة لكي تقوم بعملية اطفاء الحرائق وكذلك نقل المصابين الى المستشفيات. الهجمات الاعنف هي تمت باتجاه عكاشات، حيث هناك المقر الرئيسي لهذه الفصائل المسلحة. هناك 7 مقار للفصائل، فصائل لحزب الله والنجباء، تم استهدافها بأكثر من 10 ضربات جوية، وتم استهداف منطقة السكك بما يقارب 7 ضربات جوية. هذه الفصائل المسلحة وعملية استهداف مدينة القائم أو قضاء القائم لها أهمية كبيرة لدى الولايات المتحدة، كأنها ترسل رسالة بأننا نعرف مناطق عملية تخزين الأسلحة التي يتم من خلالها عملية تهريب هذه الأسلحة. نعم. باتجاه ماجد. سوريا. وأشار بيان الولايات المتحدة بأنه استهدف مقار أو أماكن تخزين الأسلحة التي تستخدم ضد القوات الأمريكية. بالحديث عن أماكن التخزين وهذه الفيديوهات التي نتابعها مع تطاير الصواريخ بكل اتجاهات، الحقيقة هل يعني ذلك أنه ما تم الإعلان عنه من عدد القتلى في هذه الضربات هو ليس حصرا بما تم من استهداف للقواعد من الجانب الأمريكي، بل يتعدى ذلك لمن يعني سقطوا كجرحى بسبب تطاير صواريخ الفصائل؟ نعم، إلى حد الآن عملية حصر الإصابات هي في صفوف الفصائل المسلحة، لن يتم التبليغ عن عملية إصابات في صفوف المواطنين، لكن كما أشرت هناك عملية نزوح من المنطقة التي استهدفت في منطقة السكك باتجاه مركز المدينة، لكن عمليا هذه المقار هي تابعة للفصائل المسلحة، والحكومة العراقية تتحدث بأنها مقار رسمية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، وهي تعتبر قوة أمنية رسمية صوت عليها البرلمان العراقي، لكن الولايات المتحدة ترى بأن هذه الفصائل المسلحة هي المسؤولة عن عملية إطلاق الطائرات المسيرة التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في القاعدة العسكرية على الحدود الأردنية السورية. عمليا هذه المنطقة هي امتداد لسوريا، عملية ارتباط الفصائل المسلحة ما بين العراق وسوريا، عملية نقل الأسلحة كما يعني نذكر بأنه إسرائيل لطالما كانت استهدفت عملية الشاحنات تدخل من الأراضي العراقية بعمق كيلو واحد داخل الأراضي السورية يتم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي لمنع عملية امتداد الأسلحة من إيران وصولا للعراق إلى سوريا وصولا إلى لبنان. لذلك القائم هي منطقة استراتيجية للفصائل المسلحة، لذلك تتواجد بها بكثافة وبقوة، وبذلك ركزت الولايات المتحدة في عمليات الضربات الجوية على المنطقة الحدودية في القائم. نعم. وأدانت الحكومة العراقية هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة العراقية، وتقوض عملية التباحث ما بين الجانب الأمريكي والجانب الأمريكي وبغداد. وهناك نقطة. نعم. مهمة وبمعلومات بأن الجانب الأمريكي بعد سقوط القتلى في الهجوم الذي تم قبل أيام، أعلم الجانب العراقي بأنه يعلق عملية التباحث في عملية انسحاب قوات التحالف لحين تنفيذ الضربات الجوية التي تمت قبل دقائق من الآن داخل الأراضي السورية والأراضي العراقية. ماجد، الجانب الأمريكي تحدث عن استهداف لحرس الثوري، استهداف لفيلة قدس، هل هناك تواجد رسمي صريح معلن غير معلن؟ ما حقيقة التواجد وكيف يمكن قراءة الإعلان الأمريكي في هذا الصدد؟ نعم، هو تحدث الإعلان عن شقين، شق فصائل تابعة أو قريبة أو موالية لطهران، ومقر أيضا للفصائل
للحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني أنشأ داخل الأراضي السورية مقار أكثر مما هو موجود داخل الأراضي العراقية. الفصائل الموجودة داخل الأراضي العراقية تصنف من قبل الولايات المتحدة بأنها فصائل تابعة أو موالية لإيران. أما في الجانب السوري هناك مقار رسمية كقاعدة الإمام علي التي أنشئت من قبل الحرس الثوري الإيرانية في دير الزور القريبة من الحدود العراقية السورية. لذلك المقار الرسمية هي داخل الأراضي السورية. أما الفصائل الموالية والتي تم استهدافها هي في العمق العراقي، والحكومة العراقية ترفض أن يتم تسميتها بذلك، تقول بأنها قوات عراقية رسمية تابعة للحشد الشعب العراقي. كل الشكر لك حتى الآن ماجد في هذه التغطية. حدثني من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال سيكون لنا عودة إليك فور بروز الجديد من هذه التفاصيل في هذه الليلة الطويلة من هذه التغطية. مباشرة إلى الجانب السوري من القامشلي، من الجانب الآخر يحدثني مراسل الحدث جمعة عكاش. جمعة تحية طيبة، أهلا بكم في هذه التغطية، يعطيكم ألف عافية. ما الذي نعرفه عن حجم الضربات التي طالت المواقع في الداخل السوري؟ مساء الخير حسام لك وللسادة المشاهدين. حتى الآن الغارات الجوية الأمريكية مستمرة على معظم مناطق دير الزور، تتركز في هذه الأثناء على مركز مدينة دير الزور ومحيطها، بمعنى أن طائرات الاستطلاع الأمريكية أثناء إعادة انتشار الحرس الثوري والأزرع العسكرية التابعة لها والتي انسحبت من الميادين إلى البوكمال إلى دير الزور كانت تقوم بعملية رصد لهؤلاء العناصر. لذلك نفسر عملية استهداف مركز مدينة دير الزور وأيضا أطراف هذه المدينة. هناك تناوب للطيران الحربي على استهداف المواقع أو على استهداف بنك الأهداف. هناك أسراب من 4 طائرات تقوم استهدفت في البداية مدينة الميادين ثم البوكمال إضافة إلى بلدة. هل هي مستمرة الآن جمعة؟ متى توقفت؟ نعم. إن توقفت؟ نعم نعم، يعني منذ حوالي يعني 4 ساعات وحتى الآن لم يتوقف القصف. يتركز الآن بشكل مكثف على مركز مدينة دير الزور وعلى أطرافها ويستهدف المواقع التي انسحبت إليها يعني قيادات أو عناصر من الحرس الثوري وأيضا الأزرع العسكرية التابعة لإيران. نحن نتحدث عن حوالي 40 غارة حسام تركزت في مركز مدينة دير الزور ومحيطها، إضافة إلى أكثر من 50 غارة تركزت في مدينة الميادين والبوكمال وبلدة القورية، إضافة إلى قصف كثيف استهدف مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية كانت تشغلها فصائل زينبيون وفاطميون على معبر القائم قرب الحدود العراقية، بمعنى أن القصف يتركز في يعني في النصف ساعة الأخيرة على مركز مدينة دير الزور وأيضا على معبر القائم الفاصل بين سوريا والعراق. ما هي طبيعة الاستهدافات؟ هل هناك يعني تمييز بين قواعد غير مهمة، قواعد أكبر من حيث الحجم والأهمية، وهل من المبكر الحديث عن الخسائر البشرية جمعة؟ يعني حسام عندما نتحدث عن معبر القائم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تريد قطع جميع طرق الإمداد والتسليح من العراق باتجاه الأزرع الإيرانية التي تسيطر على بلدات ومدن وحتى مركز مدينة دير الزور. أيضا القصف يتركز على المقار العسكري التي انسحبت منها هذه الأزرع العسكرية وأيضا على المواقع التي تعتقد واشنطن بأن الحرس الثوري يعني قام بسحب قواته وأيضا الأزرع العسكرية إلى هذه المواقع خاصة في مركز مدينة دير الزور، إضافة إلى بعض يعني المواقع اللوجستية والخدمية والاستخباراتية التي كانت تستخدمها الميليشيات الإيرانية في الميادين أو البوكمال وحتى بلدة القورية ومركز مدينة دير الزور. يعني لذلك يمكن أن نتحدث عن أعداد قليلة من القتلى والجرحى، وفق يعني حصيلة أولية يمكن أن نتحدث عن حوالي 30 قتيل وجريح، ربما أعداد القتلى الآن أصبح أكثر من 10 وهناك حوالي 20 جريح في حصيلة أولية
لهذه الغارات المستمرة منذ حوالي 4 ساعات حتى الآن. نعم جمعة، كان هناك يعني عدد من الأيام قبل تنفيذ هذه الغارة، هل تم رصد أي عمليات إعادة انتشار لهذه القوات بحسب المصادر المحلية؟ وهل أقدمت الولايات المتحدة على استهداف المواقع الجديدة التي انسحبت إليها؟ نعم، كان هناك إعادة تموضع وانتشار للحرس الثوري الإيراني وأيضا بعض الميليشيات التابعة والتي تعمل تحت مظلة الحرس الثوري. قالت طهران بأنها سحبت قيادات الصف الأول خارج سوريا، لكن من المؤكد أن القادة الميدانيين أو قيادات هذه الفصائل لا تزال داخل سوريا. ووفق فهمنا لاستهداف مركز دير الزور بأن الطائرات الاستطلاع أو طائرات المراقبة كانت على مدار الأيام الماضية ترصد حركة إعادة التموضع والانتشار لهذه القوات، لذلك استهدفت مركز مدينة دير الزور وهي مدينة مكتظة حتى الآن بالسكان المدنيين، وأيضا على بعض الأطراف أو بعض المواقع التي يعتقد بشكل مؤكد بأن يعني قيادات من الحرس أو الصف الثاني وأيضا من قيادات من الميليشيات يعني تغيرت مواقعها داخل دير الزور إلى داخل دير الزور وأيضا إلى أطراف دير الزور، وهو ما يفسر استهدافها خلال نصف ساعة الأخيرة. كل الشكر لك جمعة على كل هذه المعلومات، بطبيعة الحال سيكون لنا عودة إليك فور بروز جديد منها. وفي هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث حدثني من القامشلي مراسل الحدث جمعة كاش، شكرا جزيلا لك. لمزيد من التحليل معي في هذه التغطية من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. سيادة العميد أهلا بك مرة جديدة، كان هناك موقف لافت لعله رسمي من الحكومة العراقية استهجنت عملية القصف، السؤال هنا عن السياق القانوني للضربات الأمريكية داخل الحدود العراقية اليوم عميد رحال. يعني هي عملية دفاع عن النفس، لكن الحكومة العراقية كما نظام الأسد والولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن الميليشيات الولائية في العراق لا تخضع لقرار الجيش العراقي، لا تخضع لقرار رئيس الحكومة العراقية أو القيادة السياسية في العراق، كما شأن الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا وحتى في لبنان. تلك الميليشيات دائما أوامرها تأتي من طهران، أوامرها تأتي من الحرس الثوري الإيراني، من فيلق القدس، من القيادات الميدانية داخل سوريا وداخل العراق. من حق العراق أن يعترض، لكن أيضا من واجب العراق أن يكبح تلك الميليشيات وأن يسيطر عليها. صحيح أنها جزء من الجيش العراقي بعد أن ضمت إليه، وفعليا ونظريا تخضع لقرار رئيس الوزراء العراقي، لكن على أرض الواقع يدرك العراق تماما أن كل ما تقوم به الميليشيات من هجوم على القواعد الأمريكية هو خارج عن قرار الجيش العراقي. وفي سوريا أيضا نظام الأسد آخر من يعلم ما تفعله الميليشيات، لذلك قانونيا من حق الدفاع عن النفس باعتبار أن الجيش العراقي لا يسيطر على تلك الميليشيات. طيب واضح أنه هذه الضربات أيضا عرقلت التباحث في انسحاب القوات الأجنبية من العراق. اليوم ما هي مستقبل هذه القوات من وجهة نظر أمريكية إن كانت لربما عرضة لرد فعل من هذه الفصائل؟ يعني أحد أهم دواعي الانسحاب من أن عملية الحرب على الإرهاب تلاشت وانتهت، وعملية ملاحقة فلول داعش لم تعد يعني ذات أهمية، وبالتالي كانت هناك جلسة حوار ما بين قيادات وجنرالات من الجيش الأمريكي ومن الجيش العراقي. لكن اليوم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقول بكل بساطة ما زال الإرهاب موجود باعتبار الحرس الإيراني وفيلق القدس على قوام الإرهاب، وبالتالي تغيير مروحة الاستهداف من داعش لتصبح داعش والميليشيات الإيرانية باعتبارها موضوعة على قوائم الإرهاب الأمريكية. هذا الأمر أعتقد أنه موجود، لكن حتى لو كان هناك قرار للانسحاب الأمريكي من العراق، سمعنا القيادات الأمريكية تتحدث من أن عملية الانسحاب قد تستمر من أشهر ولعدة سنوات. المرحلة الأولى تمت بالفعل عميد رحال اليوم، كان هناك تأكيد أنه هذه الضربات ستكون على عدة مراحل،
ما هي المرحلة المقبلة برأيك؟ يعني أولا الضربات، يعني أنا سمعت إلى الأخ جمع عياش يتحدث عن ضربات في مركز دير الزور. دعني أضيف بعض المعلومات. هناك قصف على حي التمو بالميادين، هناك قصف على حي الهجاني بالبوكمال، هناك قصف على منطقة الهري، ومنطقة الهري يوجد نفق ما تحت تلك القرية يصل إلى داخل الأراضي العراقية في منطقة القائم، بالإضافة إلى قصف قرب مطار دير الزور العسكري. الملاحظ أن القصف داخل المناطق المدنية داخل مدن، هذا يعني أن عملية الانتشار التي تحدثت عنها إيران والميليشيات الإيرانية شملت نقل المقار ونقل القيادات إلى داخل الأحياء، وجعل السكان وجعل المدنيين كدروع بشرية للميليشيات الإيرانية. اليوم بعد عملية القصف الأولى سيكون هناك عملية استطلاع، ما يسمى استطلاع ما بعد الضربة، إضافة إلى طائرات الاستطلاع التي تلاحق القيادات، وعملية التنقل أو ما يسمى خطط الإخلاء التي تطبقها ميليشيات إيران، ثم تكون هناك عملية بنك أهداف جديد أو إحداثيات لأهداف جديدة، كي تكون هي المهام اللاحقة للضربات اللاحقة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. قطع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية من العراق إلى سوريا، قطع هذا المعبر الأساسي للجانب للفصائل الموالية لإيران، كان رغبة أمريكية منذ مدة. وجود هذه الأنفاق التي تتحدث عنها عميد رحال، هل يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة اليوم بدون وجود قوات على الأرض؟ ثلاث نقاط أسرت بسؤالك وهي نقاط مهمة جدا. أولا، نعم، منذ حوالي 6 أشهر وما قبل حرب غزة كان هناك عمليات تحضير وحديث عن قطع الكوريدور الإيراني ما بين البوكمال وقاعدة التناف، ومن أن هناك تحضيرات أمريكية وبعض التعزيزات وأسراب جوية وغواصة نووية أتت إلى المنطقة، لكن الحرب في غزة أجلت تلك الأعمال، إضافة إلى الخلافات التي حصلت ما بين العشائر وقسد أخرت تلك العملية. لكن اليوم الواقع مختلف. النقطة الثانية موضوع الأنفاق. نعم، هناك أنفاق بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية المتكررة على قوافل الأسلحة الإيرانية التي تعبر من طهران إلى بغداد إلى سوريا فبيروت والأراضي السورية. هذا الموضوع اليوم استعيد عنه بأنفاق ما تحت الأرض، وبالتالي أيضا خفت تلك الضربات. عملية إعادة الانتشار، عملية إعادة التموضع الدخول ما بين المدنيين، وبالتالي اليوم الضربات قد لا تعطي المفعول الكبير. لا، أيضا هناك نقطة غائبة الأهمية، هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة ضرب الوجود الإيراني في سوريا، أم تريد يعني ضرب القوى التي يمكن أن تؤثر على القواعد الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تعطي هدفا لعملياتها. كلمة الانتقام أو كلمة الردع لا تكفي، يعني يجب أن يكون هناك تحديد للمهمة الأمريكية. هل تريد قص الأذرع الإيرانية الموجودة في كامل المنطقة، أم ضرب وردع القدرات الإيرانية التي يمكن أن تؤثر على القواعد الأمريكية؟ فيما يتعلق بالسياق القانوني الذي سألتك عنه قبل قليل عميد رحال، لهذه الضربات في داخل الحدود العراقية، كان هناك خبر عاجل على شاشة الحدث قبل قليل يتحدث عن تأكيد أمريكي بإخطار الجانب العراقي والحكومة العراقية بهذه الضربات. هل يغير هذا الإعلان من السياق القانوني برأيك؟ يعني بالسياق القانوني دائما في الحروب القوي هو من يفرض شروط المعركة ويفرض قواعد الاشتباك وقواعد إدارة الحرب. القيادة العراقية حقيقة في وضع محرج، هي لا تستطيع رفض الطلبات الأمريكية ولا تستطيع يعني الاعتراض والقول عليكم الخروج مباشرة وأنا أرفض تلك الضربات، وهي بنفس الوقت غير مسيطرة على ميليشيات إيران. 35 ميليشيا إيرانية موجودة بما يسمى الحشد الشعبي أو بعض الميليشيات الولائية كي لا نعمم، وبالتالي القيادة العراقية في وضع محرج. لكن كما قلت، من حق
القواعد الأمريكية الدفاع عن النفس طالما أن الجيش العراقي لا يستطيع ضبط تلك الميليشيات. التأكيد من جانب الإدارة الأمريكية عميد رحال في أكثر من مناسبة الحقيقة على عدم الرغبة بتوسيع الحرب، عدم الاستهداف داخل الحدود الإيرانية، كيف يمكن قراءته برأيك؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع الحرب، لا تريد الدخول بمواجهة شاملة مع القيادة الإيرانية، لا تريد الدخول بحرب مع إيران بشكل مطلق، تريد توجيه ضربات محدودة، تريد أن تقول أن قواعد الاشتباك يجب أن تحترم، الخروج عن تلك القواعد يعرضكم لتلك الضربات. لكن حتى الآن نعود للقول ما هي المهمة الأمريكية. نحن لا نريد أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بحرب شاملة، لكن ماذا عن أذرع إيران إن كان الحوثي في اليمن الذي يهدد خطوط التجارة العالمية ويهدد يعني الأمن القومي لدول مثل مصر وإغلاق قناة السويس تقريبا، أو المملكة العربية السعودية وأطلالاتها على البحر الأحمر؟ ماذا عن الميليشيات الولائية في العراق التي بدأت يعني تدخل حتى جغرافيا الأردن، تدخلها قواعد اشتباك عبر المسيرات؟ ماذا عن الميليشيات الإيرانية في سوريا التي سيطرت على سوريا وطردت الشعب السوري وقتلت الشعب السوري؟ ماذا عن أمن الخليج الذي أصبح اليوم تحت نيران إيران عبر 4 عواصم عربية من بيروت إلى اليمن إلى بغداد إلى دمشق؟ ماذا عن مشاريع اقتصادية في المنطقة؟ ماذا عن النفوذ الأمريكي الذي بدأ يتلاشى بدخول روسيا والصين على المنطقة؟ إذن هناك عدة أمور متشابكة. إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية عودة ثقة الحلفاء، إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية عودة الاستقرار للشرق الأوسط، يجب أن تقطع أذرع إيران من المنطقة، ليس خدمة للعرب فقط بل أيضا للنفوذ الأمريكي وللمصالح الأمريكية. كل الشكر لك دائما عميد رحالة على كل هذه المعلومات والتحليلات. كان معي من اسطنبول ضيفي من هناك المحلل العسكري العميد أحمد رحال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه التغطية من قناة الحدث مستمرة. بعد قليل زميلتي روناك عادل تصطحبكم في ساعة متجددة من هذه التغطية. إلى اللقاء.